ضيفتي الكريمة الرائعة الدكتورة هبة الحاج يوسف، أخصائية طب وجراحة العيون في الملكية للعيون. نرحب بك وأسعد الله صباحك بكل الخير. صباح الخير. صباح الخير وفاء ولجميع مستمعينا، أهلا وسهلا، وصباح صحة العيون دائما أكيد. والاهتمام فيها، وبالتأكيد في هذا اليوم خصصنا الحديث دكتورة حول مرضى السكري. كيف يؤثر مرض السكري على صحة العيون؟ يعني البعض قد يغفل ولا يدرك أهمية هذا التأثير الذي قد يؤدي في بعض الأحيان لا سمح الله إلى فقدان البصر وهذه النعمة. بداية، أبرز ما يمكن أن يؤثر مرض السكري على صحة العيون، بماذا يتمثل؟ بالبداية وفاء حابة أنوه وأذكر معلومات قد يجهلها البعض، إنه إحنا عنا بفلسطين حسب يعني دراسات أجرتها وزارة الصحة الفلسطينية عام 2016، بيّنت إنه نسبة مرضى السكري بالنسبة كان فلسطين هي 12%. من 2016 ل 2022 أكيد هاي النسبة يعني زادت. يعني هدول من ضمن الناس اللي بفحصوا وثبت بالفحص أنه يعني مصابين بالسكري، فقد تصل النسبة هلأ ل 16 أو 17% من سكان، وهي نسبة كبيرة جدا. صحيح. بالإضافة أنه يعني مرض السكري بال 2016 كمان حسب الدراسة كان هو خامس سبب للوفاة بشكل عام، إلا أنه بالدراسات الجديدة بال 2021 أصبح ثاني سبب للوفاة. فإحنا عم نحكي عن مرض منتشر بنسبة كبيرة بين الناس، وللأسف الشديد أنه الناس يستهينوا في هذا المرض. فبالتالي إحنا من هذا المنبر حابة أوجه يعني هاي النداءات والتوعية إنه مرض السكري مرض خطير. نعم. للي ما بضبطه، للي ما بيحمله على يعني على محمل الجد، اللي ما بيصادق هذا المرض. صحيح. احنا دائما بنقول اي مرض سواء الضغط، السكر، الامراض المزمنة الاخرى، يعني قديش انت بتكون صديق لهذا المرض. صح. تتعامل معه بنضج، بوعي، قديش انت تتمكن من العيش بصحة وعافية وكأنك غير مصاب في نفس الوقت. لكن الاهمال يؤدي الى تأثيرات مشاكل. ومضاعفات. صح. كثيرة، ليس فقط يعني السكر، الفحص السكر التراكمي أو الفحص. صحيح. اليومي الذي يتم، إنما نتحدث عن أعضاء في هذا الجسم. أكيد. يجب المحافظة عليها، ومن ضمنها العيون. صحيح. هو مرض السكري يؤثر على كافة أجزاء الجسم، وخاصة الأجزاء التي تتميز بأوعية دموية دقيقة، ومن أهمها العين والقلب والكلى والأطراف. صحيح. وأول أجزاء الجسم التي تتأثر من مشكلة السكري في حال عدم ضبطه هي العين. وكيف يؤثر السكري على العين؟ بحب أحكي وأأكد أن السكري يؤثر على جميع أجزاء العين، من الجفون وحتى قاع العين الشبكية والعصب. نعم. يعني لا يعني ولا جزء في العين بيسلم من هذا المرض للأسف الشديد. نعم. طب دكتورة، يعني تبدأ الأعراض لدى مرضى السكري، ببلش يقول أنا زي شايف ضبابية، مش شايف منيح، أو مدى الرؤية عندي مش واضح. هل هذه إشارة أنك الآن بدأ أو مرض السكري بدأ يؤثر على صحة هذه العيون وصحة النظر؟ يعني من أهم العلامات اللي دائما بننوه مريض السكري لإلها إذا شعر فيها يجب مراجعة طبيب العيون فورا، هي عدم وضوح في الرؤية أو التغبيش. صحيح. وهي أول علامة بتدل إنه يعني في ستوب ولازم ننتبه. ننتبه أو نفحص. ويعني عدم الوضوح في الرؤية في حالة السكري بالنسبة للعين له عدة أسباب. قد يبدأ من جفاف في العين أدى ل يعني عدم صفاوة في القرنية، وعدم يعني تكون القرنية سطحها أملس، هذا بيؤدي لغباش. بالإضافة إنه ممكن العدسة تكون تأثرت. بالإضافة إنه يكون في الشبكية بلش في تأثير للسكري، وهذا بينعكس على الرؤية مباشرة والعصب البصري، وأيضا ممكن إنه يعلى ضغط العين نتيجة السكري ويؤدي إلى غباش في الرؤية. نعم، هذه الضبابية. لكن ماذا نقصد بمصطلح تام عدسة العين؟ يعني شو اللي بيصير بالضبط
يعني صارت في ضبابية ومن ثم قد يتطور الوضع إلى أن يحدث ما يسمى بإعتام هذه العدسة الخاصة بالعين. صحيح، هي عدسة العين مكونة من بروتينات كولاجين من نوع معين. ربنا سبحانه وتعالى خالق عدسة في عين كل الناس. هاي العدسة يعني البروتينات فيها مكونة ومرتبة بطريقة بحيث أنه تكون في الشكل الطبيعي لإلها شفافة. في حالة مرضى السكري وخاصة اللي غير مضبوط عندهم السكري تتأثر بنسبة السكر في الدم فيحدث تكسر للبروتينات العدسة. تكسر البروتينات بيؤدي إلى عتامة، يعني بدل ما العدسة تكون شفافة مثل الزجاج النظيف بتصير زي الزجاج المغبش. فبالتالي على طول المريض بيشكي من انه انا عم بشوف الناس بس ملامحهم تفاصيلهم مش بشوفهم. فبيكون من احد الاسباب انه ببلش عنا اعتام عدسة العين. قد يكون هذا التغير مؤقت ومنطمن المريض ومنفحصه ومنقول له انه بدك تغيب عنا فترة شهر شهرين اضبط فيه السكري بترجع الامور طبيعية. وقد يكون هذا التغير دائم وما يسمى هو ما يسمى بالكاتاركت او المياه البيضاء. في هاي الحالة عندما تكون العدسة جميعها معتمة ومؤثرة على النظر بدرجة كبيرة يتم عملية سحب المي البيضاء وزراعة العدسة. يعني واضح جدا أنه قد يؤدي هذا الوضع إلى التفاقم إذا أهمل، ولكن بالإمكان السيطرة عليه إذا بالفعل تمت المتابعة. أكيد. المياه الزرقاء، لأنك ذكرتي هلأ هذا المصطلح، طبعا إحنا كتير بنسمع بهذا المصطلح، ومسبقا كنا قد وضحنا للإنسان العادي مش مريض السكري. صح. لكن شو اللي بيصير مع مريض السكري لحتى بالفعل يصير في مياه زرقاء في هذه العين، أو شو المضاعفات اللي ممكن تحصل عنده؟ هو عنا إحنا نوعين من المياه في العين. المياه البيضاء وحكينا هي اعتام في عدسة العين ناتجة من ارتفاع السكري. عرض لأي إنسان فوق عمر 60 للمياه البيضاء الكاتاركت، هذه التغيرات ناتجة عن العمر. ولكن مريض السكري بتجي يعني بمراحل عمرية أبدر ناتج أنه عنده سكري، لأنه السكر بحفز تغيرات العدسة. أما المياه الزرقاء إحنا بنسميها الجلوكوما، اللي هو ارتفاع في ضغط العين، وهذا مرض خطير بسموه سارق البصر، بخطف يعني بيضعف الرؤية لحد لا سمح الله العمى، والمريض لا يشعر بذلك. في أعراض معينة ممكن تبين على مريض السكري؟ إذا كان ضغط العين عالي كتير أكتر من 30 ممكن يشعر بشوية ألم أو صداع في العين. والعرض الثاني الأهم هو التغبيش، إنه بيجيني دكتور أنا نظري من سنة غير عن نظري هلأ، أنا عم بشوف بس في زي كأني بشوف من خرم الباب، في منطقة محيطية في عيني أنا مش عم بشوف الجوانب. فهذه بتأكد لي إنه هناك في مشاكل في ضغط العين. يعني من أهم الأسباب اللي بيعملها السكر في العين واللي هو ارتفاع ضغط العين، وهذه مشكلة يجب الانتباه لإلها. ويعني لا يكتشفها إلا طبيب العيون من خلال فحص معين. عشان هيك إحنا بنأكد على زيارة دورية لمريض السكري، الفحوصات يعملها بشكل دوري، وحتى لو كنت سليم ضروري إنك تضلك تروح تعمل مراقبة دورية. دكتورة، كل ما دخلنا في تركيبات العين وسبحان الخالق يعني دائما وأبدا، وأكيد أنت يعني عندك زي ما بنقول بتبحري في هذا الشيء، فبنشوف قديش مهم، والعين حساسة، عضو حساس. كل ما دخلنا في التركيبة كل ما تأثرت هذه التركيبة، وإذا وصلنا للشبكية وما يسمى باعتلال الشبكية أعتقد أن وصلنا حد أن المريض السكري يعني أنت الآن في مرحلة خطيرة. الخطر. صح. ما الذي يحدث في اعتلال الشبكية؟ يعني هي أهم جزء في العين زي ما بيحكوها، هو يعني أساس النظر هو الشبكية وعصب العين. صح. أي مشكلة في الشبكية وعصب العين ينعكس على عدم وضوح في الرؤية. وظيفة الشبكية والعصب هي يعني التقاط الضوء وعكسه للدماغ عشان إحنا نشوف. فبالتالي اللي ما بيحافظ على شبكية عينه أو إذا الشبكية وصلها الضرر من السكري على طول نقول للمريض انت هلأ في مرحلة ما في مزح، بدك يعني تفكر في الموضوع بشكل جدي، لانه احنا داخلين على مرحلة خطيرة. اذا ما زبطت السكري ما حدا بيقدر يساعدك. وتبدأ هذه المشاكل من إنه الشبكية هي عبارة عن يعني غشاء رقيق جدا يبطن قاع العين. وهذه الغشاء يتكون من 4 طبقات، يجب من 10 طبقات، يجب أن تكون هذه الطبقات ملتصقة
في بعضها البعض ولا يوجد سوائل فيما بينها. السكر شو بيعمل؟ بيأثر على الأوعية الدموية الموجودة على سطح الشبكية واللي هي غنية، شبكية غنية بالأوعية الدموية الدقيقة جدا. لو نتخيل انه لو نجيب كاسة مي ونحط فيها 10 كاسات من السكر وكاسة مي تانية نحط فيها معلقتين من السكر ونيجي نشوف لزوجة الماء السائل او كثافتها، بتلاقي انه اللي فيها 10 معالق ثقيل. سكر ثقيل جامدة. صحيح. ونفس الشيء الدم في مريض السكري اللي عنده السكري عالي بيبقى الدم عنده ميوته قليلة بيكون جامد، فبالتالي وهو ماشي بالأوعية الدموية إذا كان وعاء الدم كبير فبيقدر يمشي فيه، ولكن في الأوعية الصغيرة بسكرها بيقدرش يمر فيها لأنه جامد. وعندما تغلق هذه الأوعية بصير في عنا إسكيميا، يعني عدم تروية، يعني الخلايا ببطل يوصلها الدم والغذاء والأكسجين. هلأ الخلايا في جسمنا بكل أعضاء جسمنا ما بتسكت، يعني ما بتقول أنا مش واصلني أكسجين، بتصير تعطي منبهات إنه أنا هون في عدم وصول للأكسجين. تبدأ تفرز مادة بسموها الجروث فاكتور، الاندوثيليال جروث فاكتور، عشان هاي المادة دورها إنها تخلي الأوعية الدموية اللي سكرت تبني أوعية دموية جديدة عشان توصل هالدم للمنطقة اللي صار فيه تسكير. هالأوعية الدموية الجديدة احنا من بعيد بننبسط انه فيه ان هاي المادة تكون أوعية جديدة عشان تعوض، ولكن بتكون الأوعية الدموية الجديدة جدارها ضعيف جدا بحيث انه يكون مثل البربيش المي المخزق بيرشح سوائل، بيرشح دم، بيرشح بروتينات. يعني مهما كان في تعويض ولكن مش زي اللي ربنا خلقه من الأساس. صحيح صحيح. طب دكتور، فبالتالي بيؤدي لرشوحات في شبكية العين، يعني شبكية العين بدل ما تكون ناشفة بتكون بصير يوصل سوائل ورشوحات منها الثقوب الموجودة في جدران الأوعية الدموية، وهنا تبدأ المشكلة. إنه ببلش المريض يقول أنا مش عم بشوف المعالم الناس، مش عم بقدر اشوف الكتابة، التلفزيون شايفه بس مش شايف الملامح. فبتبدأ عنا بنفحصه بنلاقي انه في نقاط دم على الشبكية وبروتينات او ترسبات دهنية وسوائل. بهاي المرحلة بيتم عمل نوعين من الصور، صورة الأو سي تي اللي هي صورة مقطعية لمركز الشبكية وهو أهم جزء في الشبكية، وفي بعض الحالات نلجأ لتصوير الصبغة اللي هي نحقن المريض بالصبغة عشان نصور الأوعية الدموية المادة الملونة تمشي، يعني وهي ماشي بالأوعية نشوف أي وعاء دموي اللي فيه الخلل عشان نقدر نعالج. طب دكتورة في استفسار وأكيد رح بعدها نكمل في موضوع الإبرة اللي ممكن بياخدها أكيد. المريض، ولكن من علاء الدين هوجي يسعد صباحكم من خلال المتابعين عبر البث المباشر، بيقول في نسبة معينة لتراكم السكري بيأثر على العين، يعني هل بيوصل ل أو كم نسبة التراكم للسكر عندما يؤثر على العين؟ سؤال مهم جدا. بيجيني مريض السكري كيف سكرك بسأله، بقول لي أنا سكري عصيام اليوم قسته 100، بيبقى طبعا هو مش ماكل أو عنده فحص فمرتب وضعه إنه عشان يطلع. إحنا لا نعتمد على الفحص اليومي، إحنا نعتمد على التراكم لأنه هو بيعطينا فعلا الصورة الحقيقية للسكري على مدار من 3 لـ4 شهور. فالسكر التراكمي إذا كان يعني إحنا اللي من فضل يكون 7 ودون من 7 وأقل. 7 وأكثر منبلش نقول للمريض في خطر على العين بهاي الحالة. يعني فهو السكر التراكم المثالي 7 وأقل. 7 وأقل يعني المريض اللي حافظ على تراكم 7 وأقل أضمن له سلامة لعينيه من 10 لـ15 سنة. ومهم جدا إنه ما تركينش على الفحص اليومي. أيوة. بدنا ناخد الفحص التراكمي عشان نعرف إنه هل هذا الفحص أو هذه النسبة أثرت أو رح تأثر على العين أم لا. يعني خلينا نقول دكتورة بصراحة رح نتحدث عن الأخطاء والعادات الغلط اللي بيكون فيها مريض السكري واللي بتأثر على عينه، والمماطلة طبعا في العلاج واللي شغلات كتير بيقوموا فيها. بس بارح وردنا اتصال من أحد المواطنين وأنا صار عندي فضول أكثر إنه نعرف عن هذا الإبرة اللي بياخدها مريض السكري، اللي بهدف وبيحكي إنه بياخدها المريض بصير عنده شوي غباش وبيستنى شوي عبلة إنه
يشوف شو بالضبط تأثيرات أو العلاج، وهذه إبرة علاجية تؤخذ تقريبا يعني بالشهر أكثر من مرة، وتكلفتها تقريبا 400 طبعا أو إلى 500 شيكل. إيش هي هذه الإبرة اللي بياخدها مريض السكري، وفي علاج أي الأعراض؟ زمان لما كان يجينا مريض السكري، احنا بنحكي زمان يعني من اكثر من 20 سنة، كان لما يجينا مريض السكري عنده رشوحات وسوائل ودم على الشبكية، كنا يعني نعطيه ليزر، نعطيه ابر في العين فيها كورتيزون. في هذه الحالات الليزر ليس علاجي، هو فقط للمحافظة على الرؤية المتبقية. وبعض الحالات الثانية اللي بنعطيهم فيها إبر الكورتيزون داخل العين، نفس الدواء ممكن يعمل مضاعفات أخطر من المشكلة الأساسية اللي عم نعالجها. وجود الإبر اللي هي الأنتي في جي أف أو الأفاستين اللي الناس بتعرفها بالأفاستين، أنا بالنسبة لي هي حتى ثورة في عالم طب العيون بما يخص مرضى السكري والرشوحات. يعني لما إحنا حكينا قبل شوي إنه لما يصير عدم تروية في خلايا الشبكية تبدأ الخلايا تفرز بمادة اسمها الاندوثيلا الجروث فاكتور، بتحفز الوعاء الدموي ينتج أوعية دموية جديدة للتعويض. صحيح. هذه الإبر هي عبارة عن أنتي هاي المادة، يعني إحنا بنقول لهاي المادة ستوب، ما بدنا تكوني لنا أوعية جديدة. أوكي، يعني هي مادة منروح منسكر الريسبتورز لهاي المادة، إنه إحنا هاي المادة ما بدنا إياها تكون لنا أوعية دموية مخزقة، وهاي الأوعية هي اللي بتأدي لرشوحات في الشبكية. فبالتالي الأنتي في جي أف الإبر، هاي إبر الحقن، هي مادة مادة مضادة بنحقن العين فيها لا نمنع تكون هاي المادة اللي بتأدي لها، يعني زي ما تقولي بشكل عام تبسيطا هي المادة اللي بتنشف السوائل من العين اللي بتنشف، هي علاج الرشوحات لمريض السكري. وهذه كل كم لازم يأخذها؟ كل شهر كل 4 أسابيع يجب إعطاءه إياها. وهناك بروتوكولات معينة، يعني الطبيب أول شيء بيعمل صورة OCT طبقية مقطعية للعين. عندنا بتول كرم بالمحافظة كلها، قبل 6 سنين و7 سنين كان في جهاز تصوير واحد لكل المحافظة. هلأ الحمد لله عندنا 3 أجهزة، من ضمنها عندي بالعيادة جهاز وفي جهازين تانيين، وفرت عناء المريض يبحث عن هاي الصورة. وبعد عمل الصورة يتم وضع الخطة العلاجية من قبل الطبيب. المريض اللي عنده رشوحات بسيطة يتم إعطاءه عدد أقل من المريض اللي عنده رشوحات كبيرة في منطقة أوسع. فبالتالي الطبيب بيحدد بعد الصورة المقطعية كم إبرة يحتاج المريض. كورس من الإبر، بالعادة الكورس العالمي إذا كانت الرشوحات بسيطة نعطي 3 إبر، وإذا كانت الرشوحات كبيرة وكتيرة بنعطي 5 إبر، وبعدها منعيد الصورة إذا كان تحسن منكمل لحد ما السوائل تنشف، وإذا كان لا يوجد تحسن فيجب إيقاف هذا الإبر وتحويل المريض لنوع آخر، لأنه بيكون عينه يعني بتقاوم هذا النوع من ال... بالإضافة لنقطة مهمة يعني دايما أنا أواجهها في العيادة بالنسبة للمرضى، إنه بيبقى التراكم عند المريض 12-13، وباخذ إبر سواء يعني بغض النظر وين، وبيجي بيقول لي دكتورة أنا لا 0 تحسن، ما عندي أثرت، ما أخذ 10 إبر ولا أي نوع تحسن، أكيد مش رح يتحسن. فأنا يعني دايما بقول للمريض تخيل عندنا حنفية مي بتنقط، أوكي بتنقط والمفتاحها يعني مش بايظ زي ما بيقولوها، أوكي، وإنت بتجيب بمسحة وتضلك تنشف بالمي اللي تحت عبث. ما انت بتخلصش تنشيف لانه في اشي عم بينزل. فهو الحل الاساسي عشان انت انك تستفيد تضبط السكر أساساً. هي الابره مثل هالممسحه او هالفوطه اللي بتنشف فيها، بس هي الاساس انك تسكر الحنفيه. والحنفيه عندنا بالنسبه لمريض السكري هي انه يضبط السكري. صح. يعني انا بيجيني المريض التراكم عالي بقول لي دكتور انا بدي اياك تعطيني الابر، بقول له اول شيء بتطلع من عندي لطبيب الباطني وبتعمل لك الفحوصات والتراكم، إذا أكثر من 7 ما بقدر أعطيك الإبر لأنك لن تتحسن على الإبر إذا التراكم عالي بكل مصداقية. مش بس التراكم، إحنا عندنا بالعادة مريض السكري عنده دهون عالية وعنده ضغط. صح. وعنده مشاكل بالقلب. صح. وعنده مشاكل بالكلى. يعني إحنا جسمنا وحدة واحدة ما منجزئ، فإحنا منقول له لازم نضبط السكري، تراكم
يكون 7 وأقل. الدهون لازم تأخذ لها دواء، لازم القلب يكون، لازم في مميع، لازم نأخذ أدوية إذا كانت الكلي فيها مشاكل نعالجها، بعدين نبلش في العين لأنك لن تحصل على نتيجة. نعم. الفاضي يعني بهذا بكل وضوح وبكل صراحة. صح. أنت أضبط السكر الأساس، بعدين هذا الإبرة ممكن تأخذ نجاعات. عشان هيك في بعض المرضى للأسف دكتورة شو اللي بيصير، وهذه من الأخطاء الشائعة للأسف اللي ممكن تضرب شوي لبعض الأطباء، بقول لك هذا الدكتور مش شاطر. صح. لا، هو مش إنه مش شاطر، أنت ملتزمتش بصراحة، ملتزمتش بالتعليمات، ملتزمتش بضبط السكر اللي هو أساس. بعدين أنت بتاخد العلاج عشان تشوف هل هو أثر بشكل إيجابي. صح. أم لا. يعني هون بهذه الحلقة لازم ننوه على إنه المرضى اللي باخدوا إبر وما بيحسوا بنتيجة للإبر بدهم يكونوا عارفين إذا السكري عالي لن تحصل على نتائج، إذا الدهون عالي لن تحصل، إذا الضغط والكلى فيهن مشاكل لن تحصلوا على نتائج إطلاقا، والخلل ليس في الإبرة ولا في الطبيب. نعم. ثاني الإبر زي ما حكينا مفعولها 4 أسابيع. إذا المريض مثلا باخد الإبر اليوم وبيجيني ياخد الإبر الثاني بعد شهرين، هذا غلط. ما بيحصل نتيجة. إحنا لما نقول في كورس 5 إبر لازم على 4 أسابيع تيجي تاخد الثاني. إذا بتاخد بعد هيك كأنها الإبرة الأولى ما عطناها. يعني هو ضبط السكر مع المواظبة على أخذ الإبر. أكيد ضروري، هاي نقطة من كتير من نوه عليها. طب دكتورة أيضا فيما يتعلق بصراحة العلاجات مختلفة، سواء كانت العلاجات بالأدوية الكيميائية أو الإبر، أو حتى قد يتساءل البعض هل المريض السكري خاصة اللي السكر المؤثر على العيون هل بالإمكان اللجوء إلى العمليات الجراحية بالنسبة له؟ صحيح. لا، هناك مرضى بيجونا للأسف في حالات متأخرة وبيبقى خايف، بيبقى رايح على الدكتور وقال له بدك إبر، وبيبقى خايف من فكرة الإبر، جارنا أخذهن عمي، فلان أخذهن ما تستفادش، هاي الفكرة طبعا منتشرة، بيبقى خايف فما بيروحش ياخد الإبر ولا ليزر ولا إشي. بيجيني بفحصه بصوره مقطعي، بلاقي انه الشبكية هلأ عنا سوائل، ومش بس سوائل عنا، في بلش تتكون أغشية على سطح الشبكية وتتكون أوعية دموية غير طبيعية في أطراف الشبكية وفي العصب البصري، ومبلش هاي الأوعية الدموية يعني تطلع دم تنزف. فبيجيني المريض عنده نزيف مش شايف، طبعا هو اللي بيجيب رؤية عنده كتير نزلت وعنده ألياف على الشبكية، فهي الحالة لا تصلح الإبر. إعطاء إبرة في عين مريض عنده ألياف ممنوع، مش رح يستفيد منها. ممنوع طبيا، ممنوع، لأنه عم بنفاقم المشكلة مش عم نعالجها. فهي المرحلة إحنا بنحول المريض على طول لدكتور يعني جراح شبكية، بيعمل عملية اسمها استئصال السائل الزجاجي، وبنظف الشبكية من الألياف، ويتم إعطاء المريض داخل العملية ليزر معين وعلاج إبرة، بحيث انه احنا نساعده بانه يرجع جزء من الرؤية. طب رح نسأل ايضا عن تقنية الليزك طبعا اللي هي اصلا معمول فيها في هاي الايام، وتحسين النظر بطريقة مريحة وسلسة وطبية ومضمونة. ولكن هنا استفسار من احد المتابعين، سعد صباحكم بكل الخير. سعد صباحك وفاء، وايضا دكتورة في عندي سؤال، اذا الواحد عنده مي بعينه والتراكمي سكر التراكمي عنده 10، بيقدر يعمل هالعملية ولا لا؟ أكيد إذا في مية بيضة يعني جاهزة لأنه تنشال، أول شيء منقول للمريض لازم ينزل السكري. يعني طبعا موضوع المية البيضة مش إشي طارئ ولا إشي بخوف، لو أجلناها 2-3 شهور عبين ما ينزل السكري فهو أفضل، لأنه عشان يحصل المريض على رؤية، هي وظيفة العملية إن نخلص المريض من هالغباش الناتج عن المية البيضة. عشان ينبسط المريض بعد العملية ويحس بالتحسن، يجب أن يكون السكري عنده ضمن الطبيعي. فالأفضل إنه يعمل يعني يضبط السكري بعدين يعمله. يعني بتمنى إنه سمعت الجواب، وفي هذا الموضوع ألف سلامة دائما أبدا. عمليات الليزك دكتورة، هل هي الأخرى بالإمكان إجراءها لمرضى السكري مثلا؟ يمكن بس ضمن شروط. يعني هو عملية الليزك إجمالا للشخص الطبيعي اللي ما عنده أمراض إلها شروط. مش كل واحد بدق الباب دكتورة بدي أعمل ليزك تعال تفضل بكرة عمليتك. صحيح. فهو لازم شروط، أول شرط العمر لازم فوق 18، ويفضل تحت 50، عشان بعد 50 بصير عنا المي البيضة. ولما يكون في بداية مي بيضة إحنا نمتنع عن عمل ليزك للمريض. فالعمر الأنسب للليزك هو من 18 ل 50.
يجب أن تكون القرنية سليمة وسماكتها تكفي لعمل العملية وشكلها طبيعي. يجب أن لا يكون عند المريض جفاف. يجب أن تكون يعني ما عنده مي بيضة. شبكيته سليمة وضغط عينه سليم والعصب البصري سليم ونظره بالنظارة 6/6. هذه شروط. إذا أي شرط فيهم غير مستوفي بنقول للمريض للأسف. طب مريض السكري إحنا بنحكي عن أمور يعني بصراحة وأعراض صحية قد تكون متفاقمة. صحيح. أنا شخصيا من الأطباء اللي شوية محافظين في العلاج. عندك ضوابط في هذا؟ عندي ضوابط لأني بديش المريض يعمل العملية اليوم وبعد سنة يجيني دكتور أنا عيني مغبشين ويطلع عنده مثلا بداية مي بيضة أو السكر مأثر على الشبكة. يعني مش ما استفادش هالاستفادة القوية من الليزك. في حالي واحدة بتشجع أعملها لمريض السكري إني أحس طبعا أول إشي تنضبط عليه الشروط الأولى. والشرط الثاني اللي منضيفه على مريض السكري لازم يكون التراكم 7 أو والمريض أقل. مثقف وواعي وضابط متعاون وزي ما بنقولها مريض شاطر. يعني ما رح أعمل عملية لمريض سكري بده ليزك إلا إذا فعلا أنا مقتنع أنه هذا المريض بقدر أركن عليه يعني أنه يضل محافظ على السكري. لأنه عمل العملية اليوم وبعد سنة صار في تغيرات. التغيرات اللي في ناتج عن السكري بتأثر على حتى درجات العين. وببقى أنا حاكي للمريض أنا بعمل لك العملية إذا أصر طبعا. لأنه أنا من النوع اللي عندك سكري ما تعمل ليزك خليك على النظارة. فبالتالي إذا هو مصر يعني أنا بحب إنه ما أحرمه من هالحق إنه مارس حياته بدون نظارة ولكن ضمن شروط ومنأكد عليه على هاي الشروط ومنقول له إنه بعد العملية إن حدث أي تغير في الرؤية بدك تكون يعني جزء من المسؤولية أو من وعي إنه في ممكن يحصل تغير بسبب وجود عندك سكري وأي خلل فيه ممكن يؤدي إلى تغير. يعني في مريض متعاون منضبط يراقب نفسه عن كثب وبالإضافة إلى أن يكون واعي بصراحة. صحيح. هذا مهم جدا. والشروط اللازك تنطبق عليه ممكن طبعا يجرى له لازك. طب دكتورة في هنا استفسار من محمد أو دوش بيقول أنا عندي سكري عالي والتراكم مرتفع فوق 12 عندي ترسبات بالسائل الزجاجي واعتلال الشبكيات ومؤثر كثير عندي على النظر هل في حل أو عملية لتحسين النظر؟ والله تراكمي عالي كثير عنده يا دكتورة مش مخلي. السلام عليك يعني يا محمد. يعني بدي يكون عارف انه اول شيء بلش فيه انه يزبط الامور اللي ذكرها السكري والدهون والامور هاي بعدين يسعى لموضوع العين بيعمل تصوير طبقي وحسب الصورة اذا في الياف لا ننصحه باخذ الابر. يعني ممكن نعمل له ليزر ممكن نعمل له يعني عملية وممكن ما بزبط له شيء. يعني ما بعرف هو شو جرب بس يعني أكيد يعني بعد الاستشارة أول شيء أول خطوة أنه تتعالج العين يزبط أمور السكري. صحيح لأنه عنده ترسبات بالسائل الزجاجي واعتلال الشبكيات. يعني هو شوف كيف الشعب عنا يعني أنا بستغرب لما يكون المريض هو عارف المشكلة وعارف جذرها وبيجي للطبيب عالجني هو نص العلاج عندك. صحيح. صح؟ صحيح. احنا بنقول دائما المريض هو طبيب نفسه في البداية ومن ثم بمساعدة الطبيب. أنا لحد هلأ بيجون المرضى بحكي له قديش أو عندك سكري عندي سكري بس ولا كأنه عندي يعني مش مقتنع أنه عندي سكري. هو المريض فيش وجع بقول لك أنا ما عنديش إشي. صح لازم يتألم كتير عشان بعدها يكون. لا إحنا هلأ إن شاء إحنا بال 22 يعني. صحيح. المفروض هاي الأمراض إحنا نكون أوعى بكتير من لإلها. طب اليوم وأنا طبعا بمتابعة دائمة مع الدكتورة هبة الحاج يوسف بالمنشورات عبر الملكية لطب العيون ما شاء الله في تطور الحمد لله واضح وملموس. واليوم اللي بيستحي بيخجل من النظارات أو مدايقته أو أنا ما بحب شكلي بالنظارات في ناس هيك بتحكي. صحيح. أو بدي أنا أشوف عادي بدون استخدام وسائل للنظر اليوم متاح فعليا ومن خلال طبعا الليزك والليزر وهذه الأمور ولكن إلى أين وصلت هذه التطورات؟ يعني إحنا الحمد لله في مركزنا مركز الليزك المختص في تصحيح النظر سواء لطول النظر أو قصر النظر أو الانحراف الحمد لله نمتلك أحدث جهاز في العالم لهذا لحل هاي المشكلة جهاز الشويند أمارس 1050 جهاز ألماني يعمل على بصمة العين يعني من بيحصل المريض نظر 6/6 وزي ما بيحكوها HD يعني
زمان كانوا يعملوا الليزك بالنهار يكون المريض مبسوط، بالليل تشوف الأضوية والأشياء لها هالي مزعج بيقدرش يسوق بالليل. هاي المشكلة هلأ الحمد لله نهائيا بطلنا نعاني منها. ويعني المريض كان زمان على الأجهزة القديمة ندخل قياساته قديش عنده درجات ونشتغل بعد ما يكون عاملين تصوير القرنية ومتأكدين أنه يعني ما في مشكلة عنده. الآن يتم عمل نوعين من التصوير قبل العملية، وعمل صورة 3D للقرنية عند المريض وعمل العملية بناء على 3D وبصمة عين المريض. يعني إحنا عم نعمل العملية منشيل له درجاته وكمان بحصل نظر أحسن من النظارة قبل، لأنه عم نشتغل إحنا على بصمة العين. يعني الليزر اللي بيصلح النظر بيصلح في مناطق معينة بناء على كيف قرنيته، حتى لو كانت الدرجات عالية في القصر والطول والانحراف وما إلى ذلك. حسب، هو يعتمد على قرنية المريض. في مرضى عنا عملناهم لحد 8 درجات قصر زمان ما كنا نقدر. صحيح آه لا كانوا كلهم مخليكم عن النظارة أحسن لكم مسبقا. يعني الحمد لله لحد 8 درجات على الأجهزة الحديثة، ومع وجود يعني اللي ساعدنا إن نعمل هاي الحالات وجود أجهزة تصوير حديثة وعم تعطينا إحنا يعني تصوير للقرنية من الجزء الأمامي والخلفي وكل الاتجاهات. صرنا نقدر نحلل القرنية ونعمل دراسة أدق للمريض. فبالتالي بتكون يعني يا منقول له أوكي فيش مشكلة، يا منحكي له في مشكلة وما بنقدر نعمل العملية. وهذا كمان الحلو إنه صار في تقنيات كتيرة، في ليزر وفي الليزر اللي هو التاتشلس ليزر، اللي هو إحنا كنا زمان نعمل عملية الليزر بوضع مادة عشان نقشط الطبقة السطحية، ويعني أول 3 أيام من هاي العملية كان في ألم ألم يعني صحيح. شوية مزعج. الآن بتقنية جديد الليزر اللي على الجهاز اللي إحنا عم نشتغل عليه، الليزر أصبح يعني ما في هاي المادة اللي هي معظم الألم بيكون منها. صار الجهاز هو نفسه يعمل القشط بالليزر، كل إشي يتم. فبالتالي الوجع يعني هذا الشيء لا يذكر بالنسبة للقديم. بالإضافة يعني تقنيات الألترا ليزك الموجودة حاليا، وكمان الحلو انه المرضى اللي عندهم 18 درجة و16 درجة والليزك يعني صعب جدا يشيلهم اياها، اصبح عندنا تقنية زراعة العدسات الداخلية الثابتة في العين، تقنية جدا رائعة. هذول الاشخاص يعني بيعانوا معاناة شد يعني كثير، 18 درجة صراحة يعني نظارته بتكون سميك كثير، واذا بده يعتمد على العدسات دائما بعطوه عدسات اقل من الدرجة اللي عنده وبدون العدسة حياته شبه يعني صعبة. فبالتالي وجود مثل هاي التقنيات صراحة يعني حلت مشاكل كبيرة. بداية التقنيات زمان كانت تعمل شوية مضاعفات حلوها، يعني كان عملوا تعديلات على هاي العدسات والحمد لله بطل هالمضاعفات الخطيرة. يعني أصبحت تجرى بربع ساعة والمريض يعني يجيك تاني يوم كتير مبسوط. يعني أهم شيء هلا هيك كتير في بعض البنوتات خاصة مرحلة المراهقة ما بعد ذلك لما بتدخل الجامعة بعد 18 سنة بيكونوا بصراحة دكتورة في الأحزان محرجات من سماكة زي ما حكيت العدسات ذكورا إناثا، فبيقول لك أنا حتى بتغلب لما بستنى بوسط وصاي على عدسات لحتى يعملوا مكلفة ومتعبة ونفسيا بتأثر على الشخص. فأنتوا يعني من كل الجهات بتعالجوا، جمالية صحية بالدرجة الأولى ومن ثم نفسية اللي هي كتير مهمة نفسية المريض. هنا برجع محمد الدوش بيقول أخذت إبر فاستين تقريبا 12 إبرة وما استفدتش على التراكم 12، قالت الدكتورة مش حكينا تستفيد. أنه لن تستفيد صحيح. يا محمد لأنه في عندك المشكلة الأساسية مش عم بتحلها أنت، فلازم نظبط الوضع أول، السكري والضغط والدهون وبعدين ناخد الإبر. وبما أنه الأفستين يعني مش جايب معه كمان ممكن نحوله على نوع تاني من الإبر. يعني هذه نصيحة يجب الأخذ بها محمد، سلامة وصحة لعيونك. يعني كمان بدي أنا أوجه صراحة يعني كلمة شكر لوزارة الصحة الفلسطينية لأنه بتوفر لنا هاي الإبر صراحة، بتوفر إبر الأفستين على التأمين، كمان بتوفر كمان زمان كان بس الأفستين موجود. إذا المريض يعني مش ضابط معه الأفستين وبده ياخد الإبر الأغلى فكان يضطر على حسابه يعملها ياخدها، والإبر مكلفة الإبر الثاني. هلأ موجود في وزارة الصحة اللوسنتس والآي
الايليا والأوزوردكس وكل الانواع. وواضح جدا انه هي بحاجه ايضا لطبيب اخصائي لاعطائها، لانه في احد المواطنين اللي ذكر قال انه هذه الابر متوفره في مستشفى رفيديا، ليش ما تكون موجوده في الثابت؟ هلا عندك خيارين، اما ان تروح عند عيادات الخاصه الاطباء المختصين في هذا الموضوع وهم بالتاكيد متواجدين وكثر، وبتعطيها انت دكتوره هذه الابر، وبالاضافه الى انه انك تروح على اما سان جون او على رفيديا لاخذ هذه الإبر. هو في شغلة مهمة في ناس مش عم تفهمها، إنه هاي الإبر إحنا ما بنشتريها من الصيدلية ومنروح لدكتور يقول يعني يعطينا أي طبيب، هي تحتاج طبيب عيون متدرب ولفترات طويلة خبرة كبيرة في إعطائها. يعني لا ما بزبط إنه الطبيب العام أو طبيب الباطن يعطيها، لأنها إبر تعطى بالعين. فإحنا لازم يعني طبيب عيون متدرب على إعطائها، هو اللي بس اللي بيقدر يعطيها، متمرس يعني إله باع زي ما بنحكي. أيوة. في هذا وشغلة تانية، هي إبر لا تشترى من الصيدلية، هي إبر موجودة في شركات تباع لأطباء العيون المتدربين الذين يملكون شهادات في هاي في إعطائها. صحيح. يعني هي متوفرة عند في عيادة الطبيب اللي بعطيها، مش رح تشتريها من الصيدلية. وهذا اللي احنا بنحاول نوصله له. هلا احنا عندنا يعني مشكلة وانا بأيده فيها، انه ليش ثابت المستشفى الحكومي عندنا هو اصلا ما فيش فيه قسم عيون نهائيا. قبل ما نقول بدنا الابر بدنا نوفر قسم عيون واطباء عيون فيه عشان نقدر ان نلزمهم باعطاء هاي الابر للناس بدل ما يضطروا يروحوا على او بخيار زي ما في اللي هي شراء الخدمة اللي موجود بصراحة في بعض الامور، انه على النظام بالحديث عنه ما بين مستشفى ثابت مستشفى الإسراء، وربما بالإمكان اللجوء إلى بعض العيادات الخاصة لبعض الأطباء، بالإمكان بدل ما يروح على رفيديا شراء خدمة بالتعاقد مع بعض الأطباء بإعطاء مثل هذا الإبر للمرضى، وهيك راح يخفف برضو عن المريض إجمالا. يعني أتمنى أن تكون بسرعة وخلصت الفقرة مع الدكتورة هبة، يعني صدقا. فهذه معلومات مهمة. مريض السكري بحاجة أنك أنت تصاحب المرض، أنك تعمل فحوصات دورية تضبط التراكم دائما وأبدا، ومن ثم إذا كان في أعراض في أمور انزعاج في موضوع الرؤية أو في آلام في العيون، مباشرة عليك زيارة الطبيب المختص. ما تجتهدش، مش إذا فلان تراكمي اللي عنده زي التراكم اللي عندك، جزء ما عندهش آلام في العين. كل شخص كل حالة مختلفة عن الأخرى. بنتمنى لكم دائما وأبدا الصحة والسلامة، والصباحات موصولة لكل أحبتنا ومتابعتنا بالتأكيد من مختلف الأماكن. أشكرك جزيل الشكر الدكتورة هبة الحاج يوسف، أخصائية طب وجراحة العيون من الملكية لجراحة العيون، ودائما أبدا نتمنى إن شاء الله نظر جميل حتى نشوف المشاهد الجميلة. مشكورة جزيل الشكر أيضا محار رامي مهداوي في رام الله في المتابعة. صباح الخيرات، صباح الخير لكل الأحبة. إياس عواد يسعد صباحك بكل الخير، أيضا الصباحات المتواصلة. بكر زبن يسعد صباحك بكل الخير، ولكل من أرسل لنا بالصباحات والمعايدات وأيضا الرسائل المختلفة. أسعد الله صباحكم بكل الخير. سرى في راس عطية في قلقيريا يسعد صباحك. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا، وتحية كل تحية لرعاة البرنامج. لا ننسى اليوم بالتأكيد ستكون المعاملة مميزة، والأسعار هي الأخرى مميزة لدى برنامج الطاهر للأجهزة الكهربائية للتدفئة والتبريد، وأيضا شاورلاند أكبر قاعة ألعاب مغلقة في فلسطين. فرصة اليوم الجو حلو تاخدوا أولادكم وتروحوا رحلة، بدوش وراسنا عشان يروحوا على الألعاب. أيضا صباح الخير لبنك فلسطين في مختلف فروعه في كل أرجاء الوطن، وأيضا لقاعات وجاتو سان موريس. حلويات اليوم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج تكون حاضرة، وكذلك الصباحية للمعرض الصيني 2 الأدوات المنزلية والهدايا. بالإمكان إذا في ناس بتاخد هدايا بتتزور في مثل هذه المناسبات مش غلط. وأيضا صباحات موصولة لأبو حسيب للذهب والمجوهرات والألماس، وتحدى كل التحدى لكل الطاقم العامل في هذه المجوهرات. والصباحات لشاربل الأزياء والأناقة، اليوم فرصة سيدات ومعشر النساء تتسوقوا يعني بهذه المناسبة الجميلة، وتحدى كل التحدى لكل رعاة البرنامج. لا ننسى العنبتاوي للحلويات، وأكيد
أكيد اليوم رح نشوف لمساتهم الرائعة الإنسانية المعتادة سواء في جنين، في طول كرم، وأيضا في قلقيلية. كل التحدي والاحترام لهم. إلى هنا أحيي طاقم العمل مرافق وإيانا في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، شكرا جزيلا لك. على الجلاد في التصوير والإخراج شكرا جزيلا لك. ريهام أبو حبلي في المتابعة التحريرية شكرا لك. غدير الشربجي في التصميم الجرافيكي شكرا جزيلا لك. وأحييكم في الإعداد والتقديم ومن وراء الميكروفون وأمام الكاميرا أنا وفاء زيدان. وشعارنا الدائم